اسحب يا شفيق اسحب اسحب ايوه هذا تصير مصلى مصلية واحده ياخذها المصلي يقطعها بس ينقطع من هني يقطعها الجسمة يقطعها الجسمة يقطعها ويصلي عليها مره واحده وتنفرش بالطريقه هذه طيب ويصلي عليها المصلي وبعد ما يخلص منها راح يكون فيه حاويات مثل هذه موجوده عند المخرج يروح يقطها هني وشلون هالشباب الملاحظين اللي في المسجد وكل يوم هالطريقة كل صلاة كل مصلي ياخذ له وحده من هذا الرول راح يكون في رول هني ورول هني والعلامات احنا قاعد نجهزها سوينا استيكر بس احنا قاعد نجهزها مبدئيا الان صف وترك بهالطريقه طبعا راح تكون جسمه هذه العلامات مبدئيه طبعا راح يكون في استيكر راح يلصق هني المكان هذا هني وهذه الطريقة كل بين كل مسافة ومسافة عشرة متر مربع تقريبا مترين وشوية يعني هذه الأولى وهناك الثانية وهل مجرة الطريقة هذه قاعد نجهز إن شاء الله المسجد وبننتظر تعليمات طبعا الـ الـ الوزارة إن شاء الله يكون خير بإذن الله تعالى